لا شوفوا الطبقات كيفاش جايين. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم كيكه الشوكولا. هذه الكيكه ما كانتش ما جربهاش في 2012، كان دايره حاله. اليوم قلت نديرها ونحطها في فيديو، واللي ما تجربهاش يجربها ان شاء الله. شنو نسحقوا في هذه الوصفه؟ هنا عندي 4 حبيبات بيض، نزيدوا عليها كوسه تاع ملح، نزيدوا عليها مغيفه تاع قهوه لافاني، وهنا كاس الى ربع. شوفوا هنا نقص حق 2 صباطين تاع السكر، باسكو علاش هالكيكه نديرو فيها صلصه شوكولا هكا باش ما تجيش بزاف حلوه. ونحكموا لاصق تاعنا ونضرب مليح حتى يتخلط مليح السكر مع البيض. وهنا بعد ما خلط البيض تاعي مع السكر حتى يولي لنا هكا رغوه، نزيدوا عليها كاس تاع زيت، الكاس اللي عبرنا به السكر. فوالا ونخلط. وهنا بعد ما خلطنا البيض والسكر، بعد زدنا له كاس تاع الزيت، نتوما نزيدوا له كاس تاع الحليب، نفرمو هكا بشويه ونخلط. وهنا بعد ما خلط كامل المواد السائله، دوكا واش نعمل؟ فوالا نحي الباتور تاعي هكا. دوكا نحكم كاس الاول تاع الفارينه نضيفو هكا، ونزيدو 2 باكيات تاع خميره تاع حلوه، هي لاميو فيرشيني، نديرو 2. دوكا نبداو نخلطو بالفوبي، نحطو ملح الخليط تاعنا، ونزيدو الكاس الثاني تاع الفارينة ونخلط. نزيدو الكاس الثاني خلصناها. شوفوا الخاتم اصلا عليه، ميكون شادي ميكون ثقيل. فوالا دوك هنا واش ندير؟ نحكم هكا لي غامكان يكونوا شويه كبار، ونفرغ الخليط تاعي. هنايا راح نقسمو كيما راكم تشوفوا هنايا، فوالا راح نعمرهم كامل هكايا في 4، اسم الخليط تاعي راح نقسمو على 4. فوالا وهنا بعد ما قسمتهم على 4 كيما راكم تشوفوا، وهنا حكمت المول تاعي اللي نطيب فيه، دهنته بالزبده ورشيتو شي تاع فرينه. نحكم نديرو الطبقه الاولى، وهنا وعشق قسمت هكا على 4 باش تجينا الكيكه تاعنا متساويه، يعني يجونا كامل الطبقات، يجونا كامل قد قد، ماشي واحده تجينا خشينه واحده تجينا رقيقه. هكا كي قسمناهم يجونا سمك واحد. ونفرغ الخليط تاعنا هكا هو الاول. وهنا الفول تاعي هاني شعلت عليه، بدا يسخن، نديرو هكا نخلطو هكا بيدينا، ندخلوها الفور وعسوها باسكو سينو تنحرق لكم هكايا، وطيبوها قبل من التحت
الشوكولا دوكا ندخلها الفور باش طيب لنا. وهنا بعد ما خرجناها من الفور طيبناها من التحت ومن الفوق، دوكا واش نديرو؟ نحكمو هاد الشيكولا لي يشربوها الدراري صغار، نحكموها بالصفاية، نحكمو حق جوج مغارف ولا ثلاثة. فوالا ونقعدو نغشوها هكايا، نغطو كامل الطبقة تاعنا بهاد الشيكولا. وهنا بعد ما غطيناها كامل بالشيكولا نزيدو لها طبقة تانية هكا من الفوق، فوالا هنا بعد ما غطينا كامل هاديك الشيكولا بالطبقة التانية، دوكا واش نديرو؟ نطفو كوشة تاعنا من التحت ونشعلوها من الفوق، ونكرو العملية كيما درناها في الطبقة الأولى. كي نخرجوها نعاودو نرشولها الشيكولا ونعاودو نزيدو لها طبقة تالتة ومع طبقة رابعة ونعاود نولي ليكم. هذه الطبقة الثالثة، دوكا نفوتو ونحضرو مع بعض لاصوص الشوكولا اللي نسقو بها الكيكة تاعنا. هنا عندنا فنجان صغير تاع السكر، نزيدو فنجان تاع كاكاو، فوالا عبر السكر وعبر كاكاو. الفنجان اللي عبرنا به كاكاو والسكر نزيدو فنجان زيت بلوس فنجان تاع الحليب يكون بارد نورمال. فوالا ونحكم الميكسر تاعنا، فوالا نحكم البرا تاعنا ونقعد نخلط. نخبط ونطلع، نخبط ونطلع. فوالا وهنا بعد ما خلطنا دركا اش تنزيدو؟ نزيدو فنجان تاع تويسكو، فنجان اللي عبرنا به. باش يعطينا بنه شابة. لي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه، ماشي شرط. انا ما فاكر ندير هاد الخليط تاع تويسكو يعطي لي بنه شابه. فوالا نزيدو نديرو هنايا ونزيد نخلط. انا بعد ما خرجناها هذه الطبقه الثالثه دوكا نرشوها للمره الرابعه، وهنا الطبقة الأخيرة اللي نفرغوها دركا كيما راكم تلاحظوا، ندخلوها للفور تزيد طيب من الفوق غير من الفوق كيما قلت لكم. وكي نخرجوها نديرو لها الكلاصاج. هنا الكلاصاج تاعي بعد ما خليته في الفريجيدير برد لي سوا سوا كيما راكم تشوفو، شوفو كيفاش ولا. دركا نحكم الكلاصاج تاعي ونطرغه فوق الطاق تاعي. فوالا من بعد ما خرجتها طابت شوف كيش خرجت.
وكنسقوها من الفوق. بسم الله. لاطا تاعي بعد ما درتها كلاصاج دخلتها بردت مليح باش قطعتها. دوك نقطع الكومورسو ونشوفها من داخل كيفاش جاتني. فوالا نقسم الكومورسو وندوقو قدامكم. واش نقولكم، جات روعة، جات خفيفة وماشي حلوة بزاف. فوالا وشوفوا صلصة الشوكولا كيفاش جات. سيدكم في الجنة. نشوف فيديو تاع اليوم يكون عجبكم ولا تكون عجبتكم، وتجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو في ساعة الخير ومع السلامة.